تبدا العائلات في جمع اولادها بالشرطه ثاني يعني اجمد في جمع اولادها اخرجوا من بيوتهم من بكره يا اللي انتم تحبوا عمر قدافي في القمه رجال نساء بنات اطفال رجال ناطق نانب عازم يا اللي مع عمر قدافي الثوره مع عمر قدافي من المجد يتذكر جلال طليان وجلال الامريكان وجلال الانجليز والنهر الصناعي العظيم والسلطه الشعبيه وعوده النفط الذي كان 90% منه للشركات الامريكيه وانتم عندكم 10% الان 90% ليكم و10% للشركات الامريكيه فقط الذي يريد العزه والكرامه والنيل يخرج من بيوتكم اخرجوا من بيوتكم اخرجوا للشوارع امنوا الشوارع شدوا جرذان ما تخافوا منهم نحن لم نستخدم القوة بعد والقوة والنيل أرياني كروبي والنيل جدو جرذان ينهو ناظر جدي ساند الشعب اللي ما تخافوا منهم إذا وصلت الأمور لحد استخدام القوة سنستخدمها وفقا للقانون الدولي وفقا للدستور الليبي والدولية الليبية جدا حضور باشكوى مردم در راه من بكرة تخرج والله من هذه الليل ضمن المدن الليبية والقرى الليبية والراحة الليبية التي هي تحب معمر قذافي لأن معمر قذافي هو النجم أنا لو عندي منصب لو عندي لوني رئيس لو كنت لوحت الاستقالة على وجوه جراثيم هذه لكن أنا ما عنديش منصب صخرة صلبة صخرة صلبة صخرة صلبة لكن أنا ما عنديش منصب ما عنديش حاجة مستقيم منها عندي منطقيتي أنا حقاتي لآخر قطر من الدم وبعي الشعب الليبي أنا كم من دعوني أنا خايف من شيء أنتم تواجهون صخرة الصماء لا تحطمت عليها صدر أمريكا لا تحطمت عليها جرى ذنبكم أنتم أخرجوا من بيوتكم داهموهم في مئة في أبوكارهم أنت طرف داران خود دامت جدان أسحبوا أطفالكم من الشارع أسحبوا أطفالكم منهم خذوا منكم أطفالكم لعبوهم فقروهم يقولون عدوا للنار بس يموتوا ولادكم يموتوا لأي سبب لا تسوي شيء عفنا لأي غرض لا شيء تدمير ليبيا حرق ليبيا الله دانها مبوي لا تسوي شيء عفنا خبر خيلي خواهد شوي عديم رفع عديم ريبيا ماذا صابكم؟ ما هذا الخوف؟ ما هذا الرعب؟ من هذه العصابات؟ من الشبان اللي قلبوا يؤمنوا بالدين؟ مثل الجرذان لا تمثلوا شيء، لا تمثلوا واحد على المليون من الشعب الليبي لا تسوي شيء حفنة بالشرطة ثاني يعني أجمد في جمع أولادها أخرجوا من بيوتهم من بكرة يا اللي أنتم تحبوا عمر قدافي في القمة رجال نساء بنات أطفال رجال ناطق نانب عازم يا اللي مع عمر قدافي الثورة مع عمر قدافي من المجد يتذكر جلال طليان وجلال الأمريكان وجلال الإنجليز والنهر الصناعي العظيم والسلطة الشعبية وعودة النفط الذي كان 90% منه للشركات الأمريكية وأنتم عندكم 10% الآن 90% ليكم و10% للشركات الأمريكية فقط الذي يريد العزة والكرامة والنيل يخرج من بيوتكم أخرجوا من بيوتكم أخرجوا للشوارع أمنوا الشوارع شدوا جرذان ما تخافوا منهم نحن لم نستخدم القوة بعد والقوة والنيل أرياني كروبي والنيل جدو جرذان ينهو ناظر جدي ساند الشعب الليبي ما تخافوا منهم إذا وصلت الأمور لحد استخدام القوة سنستخدمها وفقا للقانون الدولي وفقا للدستور الليبي والدولية الليبية جدا حضور باشكوى مردم در راه من بكرة تخرج والله من هذه الليل
والنجم. انا لو عندي منصب لو عندي لوني رئيس لو كنت لو واحد على من الشبان اللي قلبه اللي يجري في طوله وفي الوقت عصابات